إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا معروف هو جبل الصفا وأصلها الحجارة الملساء. قال تعالى في كتابه الكريم: كمثل صفوان عليه تراب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، أي يحدث ضرب الملائكة بأجنحتها صوتا كالذي يحدثه الضرب بالسلسلة الحديدية على الحجر الأملس. والمعني بها هنا جبل الصفا، إن الصفا والمروة كذلك المروة الحجارة.